حادي بادي صوت جاي لنا هنا من ناحية دي لا 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 ده من الناحية دي ده صوت الشين الشطور صاحي من نومه مسرور بيقول شا 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 بيقول شي 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 بيقول شو 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 بيقول ش ش ش ش حبايبي الحلوين وحشتوني جدا. طبعا عرفنا هناخد النهاردة حرف الشين. حرف الشين ازاي نعرف نكتب حرف الشين؟ طبعا زي ما احنا متعودين على السطر بتاعنا، حرف الشين هو عبارة عن طبق صغير وكمان طبق صغير وبعدين طبق كبير. برافو عليكم، زيه حرف السين بس حرف الشين عليه ثلاث نقط، واحد اتنين تلاتة. ايه هي اشكال حرف الشين؟ حرف الشين في اول الكلمة عنده دراع بعده عشان يمسك في الحرف اللي بعده. حرف الشين في وسط الكلمة عنده دراع قبله عشان يمسك في الحرف اللي قبله وكمان دراع بعده عشان يمسك في الحرف اللي بعده. حرف الشين في اخر الكلمة عنده دراع قبله عشان يمسك في الحرف اللي قبله، مفيش حاجة بعده فاكتبه سليم. حرف الشين ممكن يكون الحرف اللي قبله مش بيمسك فيه فهكتبه سليم لوحده. ايه هي حركات حرف الشين؟ حركات حرف الشين: شين فتحة شا، شين كسرة شي، شين ضمة شو، شين سكون ش. مع بعض نعرف كلمات حرف الشين: شين فتحة شا شا شمع. حروف كلمة شمع: شين مفتوحة ميم ساكنة والعين منونة بالضمة شا شمع. شين كسرة شي شي شبل. حروف كلمة شبل: شين مكسورة والباء ساكنة واللام منونة بالضمة شي شبل. شين ضمة شو شو شباك. حروف كلمة شباك: شين مضمومة والباء عليها شدة وفتحة ومد بالألف والكاف منونة بالضمة شو شباك. شين سكون ش ش مشطن. حروف كلمة مشطن: ميم مكسورة والشين ساكنة والطاء منونة بالضمة ش مشطن. ده كان درسنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.